ما تعملش صوت وانت بتاكل عشان ما مش هكسر عظمك. في ايه؟ يا ماما بيعمل صوت وهو بياكل وانت عارف انا بتعصب من الحاجات دي. طب كل كده يا حبيبي. اهو يا ماما. طب ما هو بياكل من غير صوت اهو، انت عارف لو جيت جنب اخوك ولا عيط انا هعمل فيك ايه؟ والله العظيم اموتك. انا مش خايف، انا بس كنت بهزر معاكي. يعني انت قلبك جامد؟ اه انا قلبي جامد. طب بص وراك كده. ايه؟ انت اللي كسرت الكوبايه يا حسام. ما تقلقش يا حسام، مش هقول لماما. والله العظيم بحبك قوي يا ريتاج. حبيبي يا حسام. مين اللي كسر الكوبايه اللي كانت في المطبخ؟ هو اللي كسر الكوبايه يا ماما. تعالي بقى يا روح امك. طب انا جنب ابو حنيات بيقول بصوا من المرشديات.